الناس غالبا لفظ عام يأتي ويراد به الخصوص. دي نقطة مهمة عشان نفهم حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. يبقى أقاتل الناس هنا يعني إيه؟ العرب في جزيرة العرب في أهل عصري في وقت عصري، وليس الناس مطلقا كده على طول، لأن ربنا قال لأمة النبي ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يعني افرض في أمم تانية ما اعتدتش علينا ما قتلهاش، وما قلش أمرت أن أقاتل الناس، لأن اللي قال كده ده النبي، أمرت أنا، ما قالش أمرت أمتي. فهمت بقى ازاي؟ شفت بقى داعش فاهمين الحديث غلط ازاي؟ لان ما قعدوش القعده دي، لو جم مسجد الاشراف ما كانوش تداعشوا. فهمت ازاي؟ ولا كانوا توحشوا. يعني لو قعدوا مع حد يعلمهم ما كانوش عملوا كده. ياخدوا حديث موجه للنبي خاص باهل عصري الذين قتلوه حتى يمنعوه من ايه؟ اخبار دعوه ربي وتبليغ دعوه ربي، فامر الله ان يقاتلهم كما قتلوه حتى يبلغ دعوه ربي. فأمرت أن أقاتل الناس، يعني الناس الذين منعوني من قبائل العرب حتى أبلغ دعوة ربي. هذا أمر خاص به، أما الخاص بالأمة فإيه؟ فلا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. مش كده برضو؟ إحنا لا نعتدش على حد. طيب، يبقى كلمة الناس كثيرا ما تأتي في القرآن وهي لفظ عام ويراد به الخصوص. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوا. الذين قال لهم الناس، عارف الناس دي الاولاني ده واحد اللي هو نعيم، مش عارف اسمه ايه اللي قريناه في السير، نعيم بن مسعود، قال لهم الحقوا ده ابو سفيان راجع لكم تاني الجيش عرمرم بعد ما ايه رجعوا المدينه مجروحين من احد. جاء نعيم بن مسعود قال لهم الحقوا ده ابو سفيان جاي هيجتاحكم في المدينه، عايز يصطادكم وانتم تعبانين كده ومجروحين عشان يجتز شعبة المسلمين. فهمت ازاي؟ الذين قال لهم الناس، الناس هنا واحد. إن الناس أبو سفيان والأتباعه، ولا كل أهل الأرض بما فيهم أمريكا، كانتش أمريكا لسه اتولدت. يبقى الناس هنا يراد بهم، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا إيه حسبنا الله ونعم الوكيل. فالنبي قال لهم قوموا بجراحكم، روحوا على حمراء الأسد تقابلوهم بره المدينة، ما تستنوش أما يجوا لنا وإحنا تعبانين. فخرجوا الصحابة بجراحهم وبالحمى. لأن الجراح أيامهم ما كانش فيه مرضات حيوية، كانت تتقيح، فيجي لهم حمى ورعشة وصديد وقيح، تعبانين تعب شديد. وبالرغم من كده خرجوا خلف النبي حتى وصلوا إلى حمراء الأسد على أطراف المدينة بعيد. فأول ما أبو سفيان سمع إن النبي رجع تاني بالصحابة هيواجهوا، قال لا ده الظاهر بقى راح المدينة وجاب بقى ناس هناك. لا يا عم بلاش كفاية كده، راح راجع على مكة. وعلى شكل قال إيه؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. يبقى كلمة الناس كثيرة ما تأتي في القرآن والسنة ويراد بها الخصوص، وأحيانا تأتي ويراد بها العموم زي يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يبقى كل جيل وكل عصر، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. مش كده برضه؟ هنا برضه نفس الحكايه، سيدنا عمر بيكلم ايه؟ مجموعه متخاصمين، فبيقول لهم يا ايها الناس، يبقى يقصد الناس اللي قدامه دول. فهمت ازاي؟ وانت نفسك تسمع مثلا ايه؟ جيرانك بيتكلموا على واحده، تقوم تروح تقول لجوزها كلام الناس كتير يا اخي، يعني الجيران. مش كده برضه؟ كلام الناس كتير يا اخي، ما تخلي مراتك دي تراعي سلوكها شويه عشان بقى كلام الناس كتير. تقصد الناس يعني كل الناس ولا الناس اللي هم الجيران لو بيتكلموا وهكذا. يبقى كتير جدا، لان المعلومه دي على فكره هتحل لك اشكال في فهم كثير من الاحاديث. فهم؟ وقعنا فيه.